معارك متواصلة في محاور صعدة الخمسة، وتقدم تحرزه قوات الجيش وانحسار للميليشيا، ذاك ما يدور منذ أشهر. أما في تفاصيل الأيام الأخيرة، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من التوغل في مديرية شدا خامس جبهة للقتال في صعدة. أما في محور علب، فقد أعلنت قوات الجيش الوطني مقتل 30 عنصرا من الميليشيا. ونقل المركز الإعلامي عن قائد الوا 102 العميد ياسر الحارثي قوله إن الجيش حرر سلسلة جبال العبد والوسط بمديرية باقم، وتمكن من قطع خط إمداد الميليشيا الذي يربط قرية مزهر بمركز المديرية. وأضاف العميد الحارثي أن قوات الجيش تفرض حصارا خانقا على ميليشيا الحوثي المتمركزة في مركز مديرية باقم وتقطع عنها الإمدادات. وليس بعيدا عن صعدة، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مناطق جديدة في مديرية حيران بمحافظة حجة، بعد أن نفذت هجوما واسعا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة. وفي الجهة المقابلة، تسعى قوات الجيش الوطني أيضا لتحرير المناطق الواقعة بين صعدة وحجة.